الايفنت بتاع اودي، اودي عامله ايفنت لقياده عربياتها فورسبرانج ديورخ تكنيك، يعني بروجرس ثرو تكنولوجي، التقدم من خلال التكنولوجيا، وده السلوجن بتاعهم. عاملين ايفنت لتجربه عربيات كتيره من عندهم، ودي اول مره هنشوف هيحصل ايه. خلينا نشوف، يلا بينا. قبل ما نبتدي العرض ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيه، ولو عايز تعرف كواليس القناة ادخل على القناة بتاعتنا على انستجرام. طيب يا جماعة تعالوا نجرب اخر واحدة خالص، الـ Q2 دي اللي انا هجرب ثلاث عربيات زي ما قلت لكم الاول. عملنا الـ 8 والـ A4 ودلوقتي بنعمل الـ Q2. الـ Q2 هي اصغر لاعب من اودي. وطبعا انتوا عارفين ان اودي اتخلصت من المواتير ال 1000 سي سي، بطلوا ينزلوها خلاص ونقلوا كمان، وكمان بيتخلصوا من النواقل الحركه الديول كلتش الجافه، نقلوا الايسم في العربيات الاصغر، والاكبر ما زالوا بينزلوها بالديول كلتش الثمان سبع نقلات او الست نقلات المبلل اللي هو الويت كلتش زي ما شفنا في الاودي الاي 4 سبع نقلات ويت كلتش، وده الاتجاه العام ان هم ما ينزلوش نوائل الحركه الجافه الديول كلتش. اصغر لاعب بالموتور ال 1400 ال 150 حصان و 250 نيوتن متر، كنت برضو استعرضتها لكم قبل كده، العربيه دي كنت عملت لكم عرض ليها على الارض، واللي احنا سايقينها برضو هي الاس لاين. التعليق فيها ناشف شويتين العربيه دي، لانه هي على جنوط كبيره فهتحس بيها في الارض، اللي ايه الارض المكسره هتحس بالتعليق بتاعها تمام، ولكن الايسن الثمان نقلات بال 1400 ال 150 و 250 نيوتن متر تورك هايلين، بيخلوا العربيه يعني تأدي حلو جدا. عربية صغيرة وموتور احنا عارفين اداؤه مش 140 حصان، وبرضو على طول يعني عايزة تعمل تورك ستير العربية من اقل حركة. واحدة من انتقادات العربية دي كنت انتقدتها لكم قبل كده، ان نظام الترفيه فيها هو اللي من النوع القديم، وما فيهاش كمان ديجيتال كوكبيت اللي هي الشاشة الرقمية اللي قدام السواق، مش رقمية اللي هي بيسموها هاب ديجيتال او حتة صغيرة بس كده، ايه هي الرقمية، والشاشة اللي عند شاشة الترفيه الرئيسية برضو بالانفوتينمنت سيستم بتاعهم الأقدم شوية. ده انتقادي للعربية، والتعليق حد شويتين بس ما تنسوش ان دي برضو كروس اوفر، فعشان يضمنوا الثبات بيفضلوا يخلوهم احد شوية. زي ما انتم شايفين في عربيه فيرنا، تاكسي فيرنا، نستناه خالص يوصل المطب التاني ونجرب تجربه التسارع، ونتشلكوا كمان الستابيليتي بروجرام. لحظه واحده كده قفلنا الثبات، تعالوا نجرب الستابيليتي الطلق العربيه نشوف. فرملة جامدة عند المطب، الحزام كلبش عليا يا جماعة. عربية هايلة حلوة قوي، طبعا بتفرمل حلو، خدوا بالكم عربية صغيرة مش كبيرة، وموتورها حامي عليها وبيعمل تورك ستير كمان، يعني زي ما انتوا سمعتوا العجل فرق فرق فرق. عربية حلوة برضه بس التعليق فيها ناشف شوية هتحسوا، يعني عشان غالبا الاس لاين، يعني لو اخدت الفئه اللي مش اس لاين هيبقى غالبا التعليق احسن شويه عشان الجنط ده بيدبدب حبتين، بس برضو حتى من الاحساس العام للعربيه في الحته دي فممكن اقول لكم ان التعليق فيها يميل ان هو يبقى رياضي، يعني انا داخل في ارض مكسره حاسسها قوي، حاسس طوبه طوبه. عندي برضو انتقاد تاني صغير للعربية شوية، دي الكرسي مش براحة الـ A4، مش هقارن طبعا بالـ Q8 بس الـ A4 Q8 دي في حتة تانية خالص، بس الكرسي بتاع العربية دي انشف شوية من الاودي A4.
ما تنسوش طبعا ان دي العربيه بتاعت اودي اللي هي بيعتبروها اقتصاديه، يعني دي انتري ليفل اودي، ده اول الخط في اودي. واللي فيكم بيسال عن الاودي اي 3 اللي احنا كلنا مستنيينها، برضو زي ما اكدت لكم من شويه استغنوا عن الموتور ال 1000 سي سي، وبقى الموتور ال 1400 بنقل الحركه الاي سم الثمان نقلات. فدي هتبقى نقله نوعيه في الاي 3 اللي الناس كتيرة مستنياه، وأنا شخصيا بحب العربية الـ A3، بيقولوا نازلة على سبتمبر أو أكتوبر، يعني الربع الأخير من السنة. للأسف أنا ما بقدرش أقاوم لما يكون قدامي طريق مفتوح ويعني وفاضي مفيش حد فيه غيري، فلازم أجرب التسارع تاني. هي برضو فيها الترس التفاضلي الأمامي، ولكن برضو بتعمل تورك ستير. الموتور ال 1400 ده مش 150 حصان يا جماعه، هو على الورق 150 بس هو يعني اكتر اكيد بالذات في العزم. لكن تجربه العربيه ميكانيكيا طبعا هايله، بالفرامل بكله. مش عارف اجرب لكم عزل الصوت، تكيفها كان حلو قوي، هم سايبينه داير في التجربه كلها، مش عارف احكم عليه، بس تكيفاتهم كويسه برضو. هي بس حته النشوفيه والكرسي شويه بس. مجملا الكيو 2 دي عربية سريعة، سريعة لأنها صغيرة وموتورها فايق جدا فهتبقى سريعة. طيب يا جماعة، أنا قلت لكم إن أنا هعمل ثلاث عربيات، هنعمل أربعة، هعمل كمان الكيو 3. الكيو 3 دي بقى هي إيه المختلفة عن الكيو 3 اللي حاليا موجودة في السوق؟ دي بنفس الموتور ال 2000 سي سي، ال 190 حصان و 320 نيوتن متر من العزم، بالظبط زي ال A4، بس الفرق هنا ان دي كواترو، بس مش الكواترو الكواترو الاوريجينال زي ما قلت لكم، ده الكواترو اللي هو بيستخدم النظام الهالدكس اللي هي المجموعه بتستعمله في المواتير الاصغر شويه. يعني الكيو 8 فيها بروبر كواترو. يعني ايه بروبر كواترو؟ يعني تحيز للخلف وممكن العجل الامامي يساعد، لكن هنا في الكيو 3 دي التحيز للامام وممكن الخلفي يساعد بالهالدكس لغايه 50% من العزم. وواصله برضو على نقل الحركه الديور كلتش المبلل اللي ما فيهوش منه اي مشاكل، اللي هو المفروض الرقم بتاعه دي كيو 280، وفي منه نسخه ثانيه 281 اللي بتنزل على العربيات الدفع الرباعي زي دي، فغالبا اللي في دي يبقى الدي كيو 281. ولو حد فيكم مركز قوي بقى يجيب لنا البارت نمبر او ياكد المعلومه. مفيش فرق ظاهري خالص ما بينها وما بين السبورت باك، برضو نظام التعليق هنا مش متغير يعني فيكست، لكن تقدر تغير خواص عجله القياده والثروتل ريسبونس استجابه بدال البنزين، وكمان طبعا النقل بتاع نقل الحركه. ولو هي فعلا فيها الدي كيو ففي طريقه دايما نعرفه ان احنا نعمل لها لونش، دي اسهل حاجه، لانه زي كل عربيات المجموعه العربيات اللي فيها ديول كلتش المفروض يبقى فيها كمان لونش كنترول. تعالوا نجرب طريق مفتوح، نحطها ان اس ونستنى العربيات وننقي درايف سيلكت ونطفي الثبات، ومش عايزينها دايناميك. اوكي كده بقت في دايناميك ونشوف كده. فيها لونش كنترول بروجرام على طول، والهالدكس اشتغل على طول. طبعا مفيش فرق هنا خالص العجل، ومع فرامل جامده جدا عشان المطب. فرق كبير بقى قوي عشان حته الهالدكس اللي هو بيخليها اول ويل درايف ما بتفركش، والطلعه بتاعتها اسرع بكتير حتى من الاي 4، بس عشان الاي 4 جر امامي بس. فاكرين قلت لكم ايه على الاي 4 وانا لسه مخلصها هنا؟ قلت لكم هي لازم كانت تبقى كواترو، ما اعرفش ليه ما نزلوهاش كواترو. لو كانوا نزلوها كواترو كنت انا اشتريتها شخصيا، بس هو منزلينها عادي. طبعا فرق كبير جدا. خدوا بالكم العربيه دي اللي انا فيها الكيو 3 دي الاس لاين، الكاوتش بتاعها 19، فبتدبدب، بس التعليق بتاعها مش وحش يعني مقارنه بالكيو 2. تخيلوا بقى، بس برضه زي ما قلنا كيو 2 هي الانتري ليفل،
فدي في التعليق بتاعها احسن شويه. برضه هحط لكم لينك للعربيه كيو 3، كنت عملت لها السبور باك وعملت اعتقد واحده بالظبط نفس اللون. ورجعنا لنفس الشارع يا جماعه، يعني لازم اجرب تجربه تسارع كمان. طبعا فرامله هايله، والدفعه اللي بتديها لك لما الكواترو سيستم بيتدخل، لما التورك 50% بيشفت للعجل وراني، لذيذه يعني، حلوه العربيه. لو كانوا حطوها في الاي 4 مش عارف، حاجات غريبه كده بيعملوها، بس دي عربيه حلوه وهتخبط مع عربيات غاليه كتيره من ماركات منافسه برضو، هم المان مع بعض بقى، فمالناش دعوه، خانوا مع بعض، احنا مالناش دعوه بالكلام السياسي الكبير. ولكن اودي كالعاده برضو الديجيتال كوكبت بتاعتها ممتازه. وخدوا بالكم الكيو 3 دي فرق شويه في كام حاجه، هي دي فيها التكنولوجيا الاحدث شويه. لو واخدين بالكم مثلا الاي 4 الحته الجوانيه الانفوتينمنت سكرين بتاعتها هي الطايره، ولكن الكيو 3 هنا لا، الكيو 3 عامله بالظبط زي الكيو 8 وال7 والعربيات الاجد، اللي هي الشاشه اللي هي موجوده اسفل التكييف، التانيين الطايرين لفوق اللي هو من التصميم بتاعهم الاقدم. فدي من وجهه نظر التصميم الكيو 3 هي الاحدث. وطبعا ال 190 حصان دي احنا عارفين برضو ان الموتور مش هيبقى 190 حصان، هيبقى اكتر، ده مش 190 حصان خالص، عايزه تجري العربيه. وطبعا دي الكلتش سريع جدا ووات مفيش منه اي مشاكل. المفروض ينزلوا فيها تو اوبشنز يا جماعه، نظام تعليق متغير، ادابتف سسبنشن، وموتور اقوى، تبقى جامده جدا. وينزلوا لنا الاي 4 بكواترو برضه. ماشي يا جماعه، دي كانت اخر عربيه في المجموعه، عملت اربع عربيات وبس. لو عجبكم الكلام اعملوا لايك وسبسكرايب، وادخلوا على انستجرام عشان تشوفوا كواليس التصوير. سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها.